يعني ممكن تضحك في العزاء؟ لا يعني تضحك من قلبك من الداخل. في توزيع في السعودية؟ ايه تدي. انا هم اعرف المعلومة دي. هو ماشي قلت له، قال لي سامحني يا ولدي يعني. قلت له لا. يعني لو رحت تعزي يعني ممكن تضحك في العزاء؟ لا يعني تضحك من قلبك من الداخل. يعني تلعب ايبوكريت. يعني انت ما بتخافش من الموت ومن سيره الموت ايش خوف من الموت؟ كلنا ماشيين. والله العظيم يجي نار ونمشي. شوف انا احنا نقولوا الموت يعني، والميت يضحك. الميت يضحك، الميت بيضحك. خليني نضحك وانا حي. مريت بأحزان شديدة في حياتك؟ أنا عارف إنك فقدت يعني أعز ما ليك، والدك الله يرحمه ووالدتك. مريت أكثر من الأحزان. الأحزان يا أخي، الحزن يعني بالنسبة لي الميت، يعني الميت مسكين مضى حياته، شاف الدنيا يعني، وكي يمشي هو يشوف، وكي يشوفك مبسوط ويمشي مرتاح. يعني مش لما يعني بالنسبه لي كل واحد عنده يعني ضميره، نظريه في مشاكل الدنيا. انا بالنسبه لي يعني الميت كي يشوفك يعني فيها حزن، يعني احنا نقولوا فيها هذيك دمعه او اثنين. كي يشوف الميت، كي يشوف واحد حزين يبكي 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 يبكي، يطيح عليه الضغط. مانيش نقول لك ما فيش حزن، مانيش نضحك على الموت، لا أبداً. لا طبعا طبعا، لا لا. الموت واحد يقول الرحمه احسن، طبعا تقول الرحمه ان شاء الله ربي يرحمه، ربنا يرحمه طبعا، ربنا يرحمه، ربنا يرحمه. والميت يشوف اوكي حزين بصح بعدين كي يشوفك يعني يحس عنده ذاك الاحساس، انت يعني مبسوط، عندك بعض الاحيان تتفكر الايامات اللي فوتهم معاه، ايامات الضحك، ايامات السخط، بتفرج بتفتكر الضحك للناس اللي ميتين. والله تعطي له يعني بالنسبه لي راحه، تعطي له الراحه، يعني تعطي له راحه، تعطي له الان باش على المسيره بتاعته تبقى كويس. طيب يعني ده يمكن يبقى يفكر، يبقى يجاوب على هذا على اللي بيسأله، اللي بيسأله. ده لأنك مريت بآلام كتير. ماشي، بس أنا عايز أسأله، بس يمكن يكون ده للناس اللي ميتين اللي بعيد عنه، إنما الناس القريبين، الناس القريبين منك يعني مثلا أخوك مات الله يرحمه ويحسن إليه، الله يرحمه، وهو عند وأنت عندك 19 سنة صح؟ الله يرحمه. وأبوك الله يرحمه توفى، وأمك توفت الله يرحمها الله يرحمه ويحسن إليها. أنت ما بتفتكرهمش، ما بتعيطش لحد، ما بتزعلش؟ بعض الأحيان نعيط بوحدي. ما نقولش ما فيش عياط، نعيط بوحدي. يعني وكي يكون عندي نتفكر الوالدة أو نتفكر الوالد، يعني الوالد مرة يعني كان مريض مريض مريض، عارفين باللي حاب يمشي. جوزتي عزماتو يجي لفرنسا. قالت لي بالك أنتم في الجزائر يعني الطب مع مش موده مش حلو، لازم يبقى أحسن. احسن نشوفه في اوروبا. عملت بالضبط في اوروبا. هو شوف فيه عيط بالمرض حبيبي. بعد واحد المرة شو كان عندي ابوي مسكين مفتوح، كان عنده طبيب. الحمد لله. شاف جوزتي، شاف ولادي، قاعد يشوف ويسلم ويعني، قال لي يا ابني الان اني فرحان. واحد المرة كان عندي حفل باش نمشي نعمل حفل. هو يعيط، قلت له لا نجلس معاك ولا حرمتي نروح الحفل نعطوه ياكل. عارف اللي زعل علينا الاثنين. قال لي لا لازم تمشوا، واحد تكلم مع جوزتي قال تمشي مع راجلك، امشوا تخدموا وترجعوا. والله والله العظيم. وهو قاعد وتعبان يعني، كنت وانا اعطاني انا كليت من كنت صغير طبعا. انا ما فيش فايده، صعب صعب جدا. انا كي شفته قبل ما يمشي للبلد، واحد مثل الطبيب قال لي لازم يمشي، ما دام يتمشى لازم يمشي للبلد احسن، عنده شهر او شهرين لازم يشوف العائله ويشوف الناس في الجزائر. هو ماشي قلت له، قال لي سامحني يا ولدي يعني. قلت له لا، قلت له هذاك اللي
حطيتني هو اللي ردني راجل. ربنا سامحني على الضرب اللي ضربه لك. أيوة انت قلت له ان الضرب ده خلاني راجل. ايوه صح طبعا. طب احنا كنا صغار كنا جنون يعني. انا كنت جن. خالد يوم وفاة يعني الوالد الله يسمح لنا من الوالدين. ربنا يعني يعني هو كان ورايا مسكين. من بعد ولي يقول لي انت اللي خرجت لي احسن من اخوتك الكبار. عندي اخوتي الكبار يعني الدراسه. اخوتك الكبار انا عارف ان هم كانوا متعلمين جدا ومثقفين جدا. انا اللي جدا كنت الولد يعني اللي ماهوش في انت بقى اللي صايع. بيفكرني بواحد صاحبي. قلت له لا مشي نام مهني. يا والوالده بقى امك بقى دي امه دي هتجيب ربنا يرحمها. الوالده مسكينه. الوالده انا عندي يسموها مبروكة يعني فيها البركة. فيها البركة طبعا. الله يرحمها. الوالدة كان فيها غير بس نمسك. يوم وفاتها كان صعب عليك؟ لا الوالدة الأم أم طبعا. الأم شوف الأب هو اللي صعب. الأم هي الولد. البنت الأب. يقول لك أعز البنت إلا عند أبوها. الأم إحنا شركاء ونموتوا على الأم. أيوه الرجالة. الأم الحنونة، الأم اللي تخبي على الولد. أنا من كنت صغير كنت من بعض الأحيان مشي نخدم في كباريات وهذا وكذا. الوالد يجيب الشغل يدخل مسكين يقول حال الأولاد يقولوا نايمين. وأنت برا أصلاً. وأنا برا، شوف الله يسمح لنا من الوالدين. الله يسمحهم لنا. نجي على الربعة تاع الصبح، على الخمسة تاع الصبح. نطلع شوف نعمل ندق غير نعمل يدي هاك الباب مفتوح. دي أمك تروح فاتحة الباب على طول. يعني شفت الأم الأم اللي قدرنا ندخل قدامها. الأب لا. يعني الأم بتحس الحرمان ساعات. كل نوستالجيا كلنا فوتنا. أنا عارف يعني إيه نوستالجيا؟ نوستالجيا يعني بتحس بحنين لايام الفقر دي او الحرمان. هم اللي فيهم يعني احلى حكايات. احلى يعني احلى ايام. احلى ايام هو اللي يخليك تولي يعني راجل، تولي تشوف الدنيا. يعني لازم تحارب، لازم 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 يعني تشتغل، لازم تهز يعني اي شيء باش تاخذ من الليم. اي حاجه تشتغل اي شغل. اشتغلت شغلانات صغير كل شيء. ايه بقى؟ انا اشتغلت يعني انا صغير كنت نشري الليمون. ايوه نمشي للبيت. نعمل هذيك احنا نقولوا قدره يعني. الليمون نعم. الصبح نعمل الليمون العصر نعمل ميه شويه سكر. وعندي ذاك الكرتون نخرج برا. كنت بتغش الليمون تحط عليه ميه؟ نخرج مع الايس. مع الايس. ونخرج برا في الحومه. نحط الكرتون بتاعتي. ايوه نحط كيسان. اوكي وهذاك الليمون بال ونبيع ونحكي بعد كان عندنا احنا في البحر الابيض متوسط. أيوة. في المغرب. أيوة. ولا في مصر وكلش. عندنا احنا ما عندناش برد. بقولك انت مش عاجبني اليومين اللي فاتوا دول خالص. ليش؟ يعني طريقه شغلك والطريقه اللي انت فيها اللي بتشتغل بيها مش عاجباني. شو اللي بعجبك يا حبيبي؟ قول لي. اي شيء بعجبك انا صلحه. ايه ده؟ لا يعني مش شايف. شوف ما بقاش تحكي لي يا اخويا. لا حبيبي احكي لك يعني انت يعني انا شايف يعني ما يعني انت ما بقتش ناجح زي الاول. لا يا راجل، هي اغانيه هدمت بس. لا هو نجح بس اغانيه ما بقتش. اختياراته بقت مش حلوه. يا اخي اختياراته مش حلوه. عندك كمبيوتر؟ عندك؟ عايز تقول ايه؟ حاب نسمع بركة. يعني انت حبيب قلبي بس انا بسألك اسئلة عادية يعني اسئلة واقعية وانا شايفها مناسبة جدا يعني. يا سيدي. انت زعلت؟ انت استفزت؟ انا؟ لا والله. ليش نزعل؟ انا شوف سمعت كانت عندي مشكلة مع واحدة فنانة كبيرة معروفة. من غير ذكر اسماء مين؟ لا حرام عليكم. قول بقى وخلاص. مين؟ لا معليش. الله بعدين. لا ما زال حي. ما زال حي. ماشي.
قالت مره قالت مره قالت خالد موش خالد موش عالمي قالت خالد موش عالمي ايوه طب ما يعني صدقه جوني جماعه بحبه انا ما نحبش هذوك اللي يضغطوا على الناس وكذا جوني جماعه شفتوا صحفيين صحفيين يحوزوا عليك كلمه صغيره اوف يطخ يجري قالوا لي خالد عندك فنانين فنانه تقول بلي انت مالكش عالمي قلت انا حرام عيب وانا بالاحترام للفنانه فهمت قالوا لي تمودي هذه الفنانه هي معروفه عالميا قالوا لي لا هي تقول بلي مش معروفه عالميا والحمد لله قلت اوكي ما عندها سوشيال ميديا قالوا لي اوكي قلت لهم قولوا لها تشوف السوشيال ميديا اذا تشوف اذا مش عالمي يعني عالمي ولا مش عالمي بس هي تشوف شاب خالد انت عظيم انت عظيم وقت في عالم اقول لك حاجه عاودوا الحقيقه فاتت في في واحد مع الصحافه قالت لهم انا انتم ما فهمتونيش انا كنت بنقصد حاجه وانتم قصدتوها مشكله ولا علينا من بعد عاودت قالت كلمه يعني واحد اخرى جاو عندي كذلك الصحافه قالوا لي انا كنت في لبنان الاستاذه تقول كذا وكذا قلت لهم خلوها تقول اللي تحب عادي ولا بيهمك والله العظيم حبيت تحكي على راس قطع يعني لسان اللي يقول عليك مش عالمي انت اهم اهم عالمي ممكن احنا 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 عايزين نحكي لك على حاجه اتفضل عايزين نحكي لك على حاجه اتفضل حبيبي بصراحه انا وعمر دايما بنشوفك دايما بنشوفك راجل صاحب بسمه وصاحب ضحكه وصاحب بهجه وطاقه ايجابيه دائما دائما بتنشر الحب والضحك حبيبي لازم تشوف وراء الضحكه ايه وراء الضحك ايه وراء الضحكه انسان 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 كانت ككل انسان يعني شو نعود نرجعه من اول مره من الحزن على كذا وكذا هذيك وراء الضحكه اللي كان جوا طبعا في جوا حاجات في جوا حاجات وجوا حاجات الله سبحانه وتعالى انا ما درست موسيقى بس بتفهم اكتر من اي حاجه من الالات نعزف كل الالات والله ايوه صح يعني بلا دراسه ما شاء الله الحمد لله يا ربي اعطاني الصوت ما شوف شاء الله. في عائله شوف في كل عائله حاج ابراهيم الا واحد خرج فنان واحد بس انا هو يعني الحمد لله يا ربي ربي اعطاني هذه البركه اللي اشوف انا كنت لعفست الفرحه اللي عندي الان انا كنت شفت ناس ناس يشوفوا قدامي ناس يجوا يسلموا علي هاك يرجف مسكين ايوه طبعا فهمت اشتهرت وكل شيء يعني في ويب يعني خالد يا خالد انت 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 القلب انت الحب انت اسمعني بس اسمعني اسمعني يا جميل يا رائع يا عالمي احنا كنا بنهزر معاك احنا كنا بنهزر معاك بجد كنا بنهزر معاك احنا كنا قررنا ما زعلت كنا بنهزر ما زعلت احنا اللي زعلنا انت انت زعلت وخبيت البوب كورن وليت انا لسه كنت مع حضرتك قريب في الحفله بتاعت اللي كانت في السعوديه الشعب السعودي برضو مفاجاه مفاجاه في السماع يعني احنا بنتكلم على الشعب التونسي دلوقتي احنا بنغني قدام الشعب السعودي الناس كلها بتغني معاك بنفس اللهجه وبنفس الطبع انا كنت حاضر الحفله لان انا خلصت الغنى بتاعي وطلعت فوق عشان اتفرج عليك صح صح الناس بتغني معاك من اول ما ابتديت لحد ما بالظبط بالظبط صح ولا لا صح ايه رايك في الجمهور فعلا السعودي والجمهور لا الحمد لله الحمد لله جميل انا الجمهور السعودي من اول مره يعني من 91 من كانوا يعني مسدودين بالظبط مديدي اول واحد اللي كان عندي التوزيع واحد سعودي والله صح يعني الاغنيه دي اللي كان عامل لك التوزيع واحد سعودي لا التوزيع للكاسيتات توزيع الكاسيت اسمه ايه بقى في السعوديه كان في توزيع في نقول لك عليها كان في توزيع في السعوديه ديدي انا هم اعرف المعلومه دي لا صح والله نحكي لك في 91